رزاق الفرج واحمد الحبشي. مهندس محمد المايك عندك، تفضل. تمام، هلا استاذ، كيف الحال شباب؟ تمام، طيبين. تمام، في عندنا اختبار بنسميه احنا اختبار شبكه، اختبار شبكه، تمام كده بنقول عليه، وده اديناه في اليوم الاول. كانت حضراتكم كنتوا موجودين في اليوم الاول؟ حضرتك كنت موجود اللي هو بدايته نجمه، ها؟ كم حاجه اخرها مربع، نجمه خمسه، نجمه واحد، لا نجمة مربع، صفر واحد نجم، صفر ستة، صفر ستة، صفر ستة مربع. مهندس محمد بعد اذنك احتاج عبد الرزاق الفرج. حاضر، تمام، تفضل بعد اذنك استاذ عبد الرزاق. تفضل معي، تفضل معي، بارك الله فيك. خلوا الكاميرا على المهندس محمد ياخذ راحته ويكمل مع الشباب. تمام، طيب ايش السؤال الثاني؟ طيب احنا عندنا دلوقتي شباب في جهاز كمثال هذا الجهاز، هذا الجهاز، تمام؟ عرفنا طبعا امس وفي اليومين اللي فاتوا كيف نفتح الشاشه. أيه. عندنا الجهاز اللي هو الايفون 4، ايفون 5، الايفون 6، أيه. بيتفتح كيف؟ على فوق، تحت على فوق، الله يفتح عليك عشان الثلاثه. تمام، الله يفتح عليك. طب انت حضرتك تعرف تفتح لي الشاشه دي؟ طيب اول شيء بالشفاط، ايوه، عشان تعرف اذا هو فتح قبل او لا. تمام، بسم الله، دقيقه، الله، هو كده، ايوه ايوه، بسم الله. امي تحبك يا مدرب. الله يعطيك العافيه. خلاص تمام، وفي طريقه ثانيه برضه لفتح الشاشه، نفتحها بالطريق الفتح. ايوه، مع الجنب. ايوه، ولا ادخلها اذا ما فتح. ايوه، طرف فقط. ايوه، لانه يمكن والهواوي يجي فيها هنا زي العدسه. تمام، لو انك فتحت يعني الراجل طيب ده بيفتح بالطريقه الثانيه اللي هي طريقه الايه؟ الفتاح. والاكس؟ الاكس لا، خفيف، لازم نفتحها بخفيف. ايوه ايوه، زي كذا، ونحطها في الحمايه لو ما فتح معانا. وفي عندنا برضه الشفاط، الشفاط والحمايه، بعد نجي عندنا الله يفتح عليك. لو هي اصلا عليها غره، لو هي عليها ايه؟ غره بنعمل ايه؟ فتحها خفيف خفيف، فتحتها انا فيها. تمام تمام، ما شاء الله. أيه؟ حتى اللي جاي متاخر، حتى اللي جاي متاخر، لانه هو جاوب على الفتح الاكس بالفتاح. طبعا اذكر نحن ندهنا عشان في مشكله فنيه، ف تمام تمام، لا يتوقعش. احسنت يا شباب، احسنت يا شباب، يعطيك العافيه. طيب المجموعه الثالثه يا جماعه، السلطان عنده شيء بيقوله، تفضل. الله يسعد، والله عادي بتكلمه كلمه، لكن ما تكلمه في المنهج.